السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال لمشروع كنت اشتغلت عليه فيلا كده، ودلوقتي هنبدأ نشتغل شوية على البيوند كيدز. هنا ممكن نجي اغير مثلا الماتيريال، يعني لو ممكن يكون في ماتيريال مش عاجبك شوية، فممكن نقول له مثلا احنا عايزين ماتيريال بريك اند روك، نختار مثلا حاجة زي كده ونبدأ نحطها في قلب المبنى. بالشكل دوت لو في أجزاء معينة عايز تديها ماتريال مختلف، ممكن مثلا نقول له لأ ده احنا عايزين جلاسز. نختار مثلا انواع زجاج، نبدأ نحطها هنا في الزجاج دوت. طيب خلينا نختار هو كده عامل زي الميرور. طبعا كل واحد ازاز نقدر نعدل الخصائص بتاعته من هنا. طيب لو انا دلوقتي عايز ادخل مثلا في الانفيرومنت ونبدأ نغير مثلا الوقت بتاع الشمس، تايم اوف داي اهو، البريتنس بتاع الشمس، وده هنا عشان بنغير الزاوية بتاع الشمس يأثر في الظلال بتاعتنا. ممكن نخلي فيه كلاود، يعني لازم أبص فوق شوية عشان الكلاود يبدأ يظهر معايا أو بالشكل دوت. ارتفاعها ممكن ننزلها شوية نطلعها شوية زي ما انت عايز. الشهر امتى الويزر، هل هو انت عايزها في الفوجي مثلا؟ طيب بعد كده ممكن نكون عايزين نحط اشخاص، فاجي هنا اطفي الشاشة دي الاول واروح اقول له انا عايز احط اشخاص، ونختار مثلا شخص من هنا. ونبدأ نحط هنا اهوت، تمام. ممكن نحط مثلا اكتر من شخص في نفس الوقت من خلال ان انا بستخدم الادوات اللي تحت ديت زي الفرشة دي. ممكن نحطهم على خط مثلا، اقول له رن. ممكن نحط شجرة مثلا من هنا، نخلية. هنا ممكن تحط بعض الحاجات الخاصة بي مثلا بعض الصخور مثلا عشان تعمل منظر طبيعي مثلا. صخرة عملاقة طبعا، في حاجات صغيرة خالص وفي حاجات كبيرة، فانت ممكن تغير تعمل دوت. وفي حاجات ممكن تختارها كده تبقى بره البيت. تعال نبص، ممكن تختار مثلا حاجة زي كده. ممكن تكون عايز تعمل زي موقع حواليك كده، في بيوت حواليك، على أساس يبقى فيه شوية ونس كده.
دي حاجات بقى خاصة بالترافيك. مثلا إشارات مرور، في إنارة، تمام. طيب بما ان احنا اتكلمنا على الترافيك، تعالى نيجي كده نقفل الشاشة ديت، وتعالى بقى نيجي من هنا نقول له مثلا عايزين ترافيك، اقول له مثلا عايز حاجة للسيارات، وادوس سكيب عشان اخرج من الامر، وخليني اقول له شغل هنا. طبعا دي حاجات بتساعدني ان انا اغير المكان بتاع المسار بتاعي. لما اقول له شغل يبدأ يظهر لي ان في سيارات تمشي في المكان اهي بالشكل دوت. وده نفس الكلام ممكن مثلا مسار للريل او القطر، مسار للبايك، خلينا نوقف ديت اهوت. انا اقول له انا عايز اعمل حاجة كده للناس راكبة عجل، نروح ده سكيب ونروح اقول له شغل، فيشتغل بالشكل دوت. نوقف شوية، طيب دلوقتي مثلا لو انا عايز اعمل مثلا اشارة اهي، دي شاشة هتبقى فيها مثلا أسامي الشوارع اللي موجودة الأماكن ديت. طبعا تقدر تغير الزاوية بتاعتها، الروتيشن زي ما انت عايز. كونفيرم، بيبدأ بقى يجيب لك الشاشة هي، تقدر تحط أكتر من واحدة، تقدر تغير اللون بتاعها، تقدر تكتب أي كلام انت عايزه. وضفنا واحدة تانية اهيت، نقدر ان احنا نغير في الاكس والواي بتاعتها اهي، تمام. ايزي ستاين ديتيل، طيب نختار بقى الاسم اللي هيتكتب، هل انت عايز يبقى فيه اسهم ولا لأ. التكست هكتب مثلا اهو بيم اريبيا، والسطر التاني عمر سليم. محتاجة بقى ان احنا نتحكم بقى في المكان بتاع الكتابة، تمام، بحيث انها تنزل شوية. طيب بعد كده اقول له اهوت، واقول له ايه بابلش، فخلاص دي كده بقت موجودة ايه بيم اريبيا. ونقدر نيجي هنا نقول له ريندر، ونقول له احنا عايزين نعمل صورة، الصورة التانية بغير، وبعد كده اقول له مثلا احنا عايزين نعمل ابديت للصورة ديت، خد لقطة كمان، بس نتحرك بقى شوية كده، واقول له خد لقطة كمان اهيت. هي الفكرة كلها ان انت بتاخد كذا لقطة وهو ايه يربط بينهم. هنقول له شغل، هيبدأ ايه يتحرك من كاميرا للتانية.